السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن ثنائية الصراع القائم بين الحكومة ودولة الإمارات في عدن، ومدى تأثير هذا الصراع على مشروع عودة الدولة وسلطاتها. إذن تطورات كثيرة تعيشها عدن بين رحلة ذهاب للحكومة وعودة إلى العاصمة المؤقتة. تعود ثنائية الصراع بينها وبين التحالف العربي لتشكل مرحلة جديدة من تعقيدات عودة الدولة. التحالف العربي الذي منع الرئيس هادي من العودة إلى عدن لممارسة مهامه كما يفترض، ما زال يتعامل بقدر من عدم الاكتراث مع السلطة الشرعية بحسب مراقبين، وهو ما أعاق الشرعية من اتخاذ الإجراءات التي تعزز سلطتها وتكرس وجودها. وبين صراع ظاهر وآخر خفي، يقول مراقبون إن دول التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات لم تستقر بعد على رؤية محددة لمرحلة الحرب وما بعدها في اليمن، وهو ما ألقى بظلاله على مختلف جوانب حياة المواطنين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يستمر صراع الأجندة الإقليمي في اليمن وتقويض السلطة الشرعية؟ وهل تتمكن هذه السلطة من إثبات وجودها في ظل هذا الكم من التعقيدات؟ نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. أطول رحلة ذهاب وإياب قضتها الحكومة اليمنية بين الرياض وعدن، وفي كل ذهاب للرياض ترفع قائمة من الشكاوى وأخرى من المطالب، وعند الإياب تقدم حزمة من الوعود لتحسين الأوضاع. وعلى هكذا مضى عامان سابقان وما زالت الرحلة مستمرة. الوضع في عدن هو إفراز للخلاف القائم بين الشرعية والإمارات، وطالما بقي الخلاف سيظل الانقسام وستتعطل عدن، هكذا يرى الكثيرون ممن يرون أن لا حل إلا بإنهاء الخلاف أيا كانت الطريقة والكلفة المترتبة على ذلك. لكن المشكلة لا تبدو بهذه السهولة يرى آخرون، خصوصا وأن الإمارات بحلفائها المحليين أصبحت المتحكم الأول في عدن وكثيرا من المحافظات الجنوبية. وفق هذه التعقيدات تعمل الحكومة في هامش بسيط وتحاول قدر الإمكان منع الأوضاع من الانزلاق نحو المواجهات مجددا، حد تعبير رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة. لكن التحرك وفق الممكن والمتاح الذي لا يأتي بنتائج ملموسة على الأرض لم يعد يروق للكثيرين من الأهالي، خصوصا أولئك الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل. وربما هذا تحدي آخر أمام الحكومة في تغيير صورة الفشل السائدة عنها، فهل ستنجح في ذلك أم أن لعبة التوازنات ستظل تعصف بعدن واليمن عموما؟ إذن مشاهدينا، سنتحدث اليوم حول عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن غادرتها قبل فترة بسبب الصراع الذي حدث ما بين أو المواجهات التي حدثت ما بين قوات الحماية الرئاسية وأيضا قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات. إذن فترات كثيرة بين فترة وأخرى يتم مغادرة الحكومة الشرعية العاصمة المؤقتة عدن بسبب عدم استقرار الوضع، وكما أيضا يرجع مراقبون إلى مدى الصراع الحاصل ما بين الحكومة ودولة الإمارات تحديدا في هذه المدينة. إذن مشاهدينا، سيكون معنا متصل المحلل السياسي فهمي الثقاف، سينضم إلينا من عدن. سيد فهمي مساء الخير. سيد فهمي مساء الخير، هل تسمعني؟ أهلا بك سيد فهمي. يعني نتحدث اليوم عن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، يعني برأيك هل عادت الحكومة إلى عدن بناء على اتفاق مع دولة الإمارات أم أنها يعني عودة شبيهة بسابقتها؟ هو طبعا خرج مصادر مغربه من الحكومه والشرعيه ومصادر عده، طبعا اراد بانه تم التفاهمات سعوديه اماراتيه مع الشرعيه، تم هذه التفاهمات اغوت بعوده الحكومه الى
نعم هذا دين يتم الاعتراض على ما تفعل، لكن المتابع من فعلا العودة في الحكومة وما وكلمة رئيس الوزراء اليوم التي ألقاها في الجامعة أو في بعض الجامعات الحكومية والأهلية يستحق أنه لا اعتراض، لم يكن تم الاعتراض واضح او محدد، واذا كان تم الاتفاق على ماذا تم الاتفاق؟ انا مستغرب حقا. اي حكومه شرعيه عاصمتها المؤقته لا تستطيع ان تعود الى عاصمتها المؤقته الا باذن او اتفاق. هذا امر يعني حقا في غريب مثال. نعم، لكن سيد فهمي، سيد فهمي اعتذر منك، هناك يعني صعوبه في سماع الصوت، يعني ربما بسبب الشبكه او المكان الذي متواجد فيه انت، يعني يفضل لو تنتقل الى مكان اخر كي اتمكن من سماعك. اوكي الان كيف؟ نعم تفضل. ايوه الامر قلت لك كما هو، يعني انه كلمة رئيس الوزراء اليوم وهكذا يعني تنفرد فيها فقرة منه إلى ما تأثرت جنود الحكومة بسبب أو دخول التحالف أو غيرها من القوى. الحكومة ستصارح الشعب بشكل واضح وتطوع أمامه الأسباب. الأمر واضح، يعني يبدو أنه لا اتفاق تم، لأنه تردد من قبل أيضا الإمارات تقول نحن ما عندناش مشكلة في حوزة الحكومة إلا وفق شرط قضاء الداخلية، وهذا طبعا لم يتم. هنا المشكلة ان العلاقة بين الحكومة والشرعية بشكل عام والتحالف علاقة مبهمة، علاقة غير واضحة ولا محددة. وطالما العلاقة بهذا الشكل يكثرها الغموض وعدم الوضوح، بالتالي تنجد كثير من الاشياء تظهر وتطفو على السطح ولا احد يدرك لها تفسير معين. نعم، يعني بالتالي أنت تنظر إلى الأمر أنه لا يوجد تفاهم حتى اللحظة ما بين التحالف وتحديدا الإمارات والحكومة، وأن العودة يعني شبيهة بسابقاتها. أنا مجرد تحليل طبعا، مما يمكن أقول أنه وصفت من خلال كلمة رئيس الوزراء. واضح أنه لا ما فيش اتفاق، أو أنه الاتفاق مع طرف التحالف من آخر شيء من هذا القبيل. تحت الضغط تم، ويتم تحت الضغط ربما قد يتم نقضه بمرور الوقت. طيب اعتقد ان الحكومه في عودتها الحاليه الان ربما يسمح لها بان تقوم ببعض الاعمال او تترك بعض الاعمال، وقد يتم اعتراضها في بعض الاعمال التي يرى التحالف انه فيها اهداف او اغراض وصائد طريق حقيقه. نعم طيب سيد فهمي اعتذر منك جدا بسبب يعني عدم قدرتي على سماع الصوت بسبب الشبكه، ربما سيقوم المنتج او معد الحلقه بالتواصل بك مره اخرى وستعود، لكن ساذهب الان لضيفي الاخر من عدن، غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. سيد غمدان مساء الخير. مساء النور اخي العزيز، عليك وعلى جميع المشاهدين. اهلا بك سيد غمدان، يعني ما الذي تختلف به عوده الحكومه هذه المره عن اي عوده سابقه كانت للحكومه الى عدن؟ اخي العزيز، الحكومه منذ قدومها الى العاصمه المؤقته عدن 2016 وهي تشق طريقها في تطبيع الحياه وفي عوده الخدمات رغم شحة الموارد وقلة الإمكانيات، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظات المحررة بسبب الحرب الهمجية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي. نعم. عودة الحكومة من العاصمة السعودية الرياض، رغم أنها لم تكن غائبة كليا، كانت هناك مشاورات مع فخامة الرئيس ونائبه وزوات التحالف وكذلك عدد من السفراء للأوضاع الأمنية وكذلك عدد من الجوانب الاقتصادية أهمها البنك المركزي وكذلك مكافحة الإرهاب وإيجاد جيش وطني وقوى أمنية في إطار الشرعية، كل ذلك تم مناقشته. عودة الحكومة هي لإعادة بناء الخدمات المؤسسة العسكرية والأمنية أولا، وبنفس الوقت
اعاده رفع مستوى الخدمات، الخدمات المتوفره في العاصمه وقتها المحافظات المحرره بالامكانيات المحدوده، ولكن هالمره سيتم رفع هذه مستوى الخدمات. كذلك سيكون هناك عمل جاد وعمل صارم ضد من يسعى الى اخلال او نشر الفوضى في العاصمه المؤقته عدن او المحافظات المحرره. سيكون هناك تعاون من الجميع، قوات التحالف العربي في مقدمتها المملكه العربيه السعوديه وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. هو هذه النقطة الأهم، هذه النقطة الأهم سيد غمدان التي يعني يجب أن يكون المشاهد على اطلاع بها. يعني عودة الحكومة هذه المرة جاءت بعد تفاهم واضح مع دولة الإمارات، أم أن الحكومة يعني تعود كما تعود كل مرة وأيضا تقدم الكثير من الوعود وبالتالي لا تستطيع إنجاز شيء بسبب العراقيل الحاصلة وعدم إتاحة الفرصة لها؟ أخي العزيز، أنت لاحظت الحكومة منذ يومين ورئيس الوزراء يقوم بعدد من الزيارات في المرافق الحكومية والمؤسسات الخدمية، وكانت اليوم له كلمة في جامعة عدن. لذلك تحركات الحكومة هذه المرة سيتم بدعم كبير من قوات التحالف العربي بجهة المملكة العربية السعودية، وسوف تساهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتم دعم أجهزة الأمن وكذلك الأجهزة العسكرية الأخرى من قبل التحالف العربي. الحكومة ستمضي في شد الخدمات ورفع مستواها. هناك تعاون مشترك بين التحالف العربي والحكومات الشرعية، وأؤكد لك ذلك أخي العزيز. نعم، لكن بالمقابل أيضا يعني البعض أو الوقائع على الأرض تقول أنه لا توجد لا حتى الآن أي تفاهمات ما بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وأيضا الحكومة، يعني بالتالي سيستمر ثنائية الصراع بين صراع السلطة في عدن حتى يعني ما دام لا توجد حلول حتى الآن. أخي العزيز، الحكومة لديها طريق واضحة في أي خلاف وهو تم معالجته ومراجعته تحت سقف مؤتمر الحوار الوطني. لا يمكن أن يكون أي اتفاق أو أي حوار خارج هذا المؤتمر الحوار الوطني. لذلك الحكومة هي تنظر لما فيه خير للمواطن وتحسين مستوى الأمن. هناك قوى أمنية تتبع الحكومة الشرعية هي التي تسيطر على كل المرافق الحكومية على المؤسسات، وهذا هو العمل الذي يمكن ان تتخذه الحكومه وتشد طريقه. دوله رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر دعا اليوم في كلمته الجميع الى الالتفاف نحو الشرعيه. بامكان المجلس الانتقالي ان يبادر ويعلن نفسه حزب سياسي، وهذا من حقه، وان يلتحق بالعمليه المشاركه في صنع القرار السياسي، ولكن خارج اطار الحزبيه والتعدديه السياسيه. لن يقبل شعبنا وخاصة أن هناك مؤتمر حوار وطني جامع اعتمد عليها اليمنيون، أو لن يقبل كذلك أن تكون هناك قوة عسكرية خارج إطار الشرعية. نعم. لذلك العمل اليوم الذي تعمل الحكومة هو إيجاد قوة أمنية على الأرض وتطبيع الحياة، قوة أمنية تحت مظلة وزارة الداخلية. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. أعود لضيفي الذي عودنا الاتصال به مجددا المحلل السياسي فهمي السقاف. فهمي مرحبا بك مجددا. يعني سيد فهمي، ما هو الحل للخروج من هذا الخلاف القائم في العاصمة المؤقتة عدن؟ الحل لا يمكن ان يكون حل حقيقي الا باتفاق واضح معالم محدد بين الشرعية وبين التحالف. دون هذا فقط هو ما سيتم انه تحكم بها وعملها. وحين يريد التحالف او القوات او القوى المموله او التابعه على اعتراضها تفعل هذا حين حال الاشكال هنا. طبعا هذا كله يكون على حساب الناس وعلى حساب المواطنين وعلى حساب القضايا الموجوده داخل محافظه عدن وغيرها من محافظات الحراره. هنا المشكله تكمن في عدم وضوح علاقه حقا بين التحالف والحكومه، وهذه مشكله حقيقيه. على الحكومه ان تعمل حقا وتضبط في هذا الاتجاه وان تصلح هذه العلاقه بشكل واضح ومحدد. اين تبدا؟ فهذا التحالف نحن نوضح علاقه يكون الحكومه تكون الحكومه وضوح في الجميع. لا تبي
ضد مع ضد الشرعيه او تكون في الاتجاه الاخر المواد المشروع الشرعيه، اعتقد المشروع الشرعيه اذا كانت فيها مشروع او على الاقل ما هو معلن من قبل الشرعيه واضح تماما. نعم. تريد استعمال الدوله و تبدا في حلول الظواهر الحقوق وتم البحث وتم الحوار والقرارات لكن التحالف لديه مشاريع خاصه وتحديدا الامارات لديها مشروع خاص في المنطقه وهنا الاشكال وهنا الشكل لن تنتهي بالعكس ستجد تتراحل في كل الاوضاع والحكومه ستظل حوضة دائما وتظل الحلف الكل يصوغ فيها الاسهام وهي تتملك ان ترد شيئا من ذلك فعلى الحكومه ان تكون يعني حقا على قدر الوضوح ان تذهب الى الشعب مباشره تفتح الشعب في صوره ما يحدث تماما لانه السنه ما تعبر هو إذا أشكرك جزيلا المحلل السياسي فهمي السقاف ونعتذر مشاهدينا يبدو هناك مشكلة في سماع المحلل السياسي فهمي السقاف يبدو بسبب الشبكة في المنطقة التي متواجد بها. أعود لضيفي الآخر سيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. يعني سيد غمدان يعني البعض ما زال يتساءل يعني هل أو إلى متى ستظل الحكومة الشرعية ما بين رحلات الذهاب والإياب بين الرياض وعدن؟ بمعنى هل هذه العودة تعد عودة أخيرة للحكومة؟ أخي العزيز الحكومة لم تغادر بكامل قوامها، الحكومة ظلت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن حتى بعد مغادرة رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض، ومن الطبيعي أن تكون هناك زيارات ما بين الرياض وما بين دول أخرى. هناك حرب همجية تشن على اليمن، يجب أن يظل يكون هناك تنسيق سياسي بين السفراء، خاصة أن السفراء بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وهي محافظات أخرى لا يستطيعون العودة إلى عدن. لكن اختلف الوضع سيد غمدان ما بين الزيارات الاعتيادية والزيارات التي تأخذ وقت طويل وفترة أطول وتترك العاصمة بدون نعم أكد صحيح أتفق معك تماما أن زيارة رئيس الوزراء هذه المرة كانت طويلة وذلك بسبب ما حدث بعد أحداث يناير كان يجب أن يكون هناك نقاشات مع مستفيضة مع فخامة الرئيس ونائبة وكذلك مع القوى الأخرى حول ما حدث من أحداث يناير الموسمة. أكد لك أخي العزيز أن الأمور قد عادت إلى طبيعتها وبدأت فيها التحسن، هناك إجماع دولي وكذلك من قبل التحالف العربي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاقيات خارج المرجعيات الثلاثة، لا يمكن أن يكون هناك شرعية خارج فوق شرعية السلطة والقانون، شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هذه رئيس الجمهورية. الحكومة اليوم تتواجد على الأرض لديها برنامج طويل وفي المحافظات المحررة لديها معركة مصيرية مع الميليشيات الإنقلابية. أكد لك أخي العزيز أن القادم سيكون أفضل مما كان عليه، لن يتكرر ما حدث في يناير، لن تتكرر أحداث أخرى، سيتم تطبيع الأوضاع. واليوم رئيس الوزراء قال في كلمته بكل وضوح إن عجزنا عن هذه المهمة سنواضح شعبنا بالحقائق وسنضع الأمور في نصابها وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته التاريخية. نعم جميل. لكن التساؤل الأخير هنا سيد غمدان، يعني هناك بعض الأنباء أو المعلومات تقول أنه يعني قبل عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن يعني كانت العودة مشروطة بإقالة أحد الوزراء في الحكومة كي يتمكن من العودة، طبعا مشروطة من دولة الإمارات كما تتحدث هذه المعلومات، ما صحة هذه الأنباء؟ أخي العزيز أحب أكد لك أن قرار إقالة وزير أو تعيينه هو قرار سيادي خالص لفخامة رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يطرح هناك أي شروط.
وما تم تداوله غير صحيح نهائيا. نعم، إذن أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح. السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سيد غمدان الشريف، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج حلقة ليلى زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.